الأعزاء الأصدقاء، معكم حميد عقدي، وأرحب بكم مرة أخرى ولقاء آخر. هذا اللقاء تقريبا اللقاء 30، والذي خصصناه حول تأملات حول السينما العربية والعالمية. يعني في هذا اللقاء سوف أخصصه عن فيلم مغربي. لأول مرة أتناول فيلم مغربي، وأنا كنت قد كتبت عن هذا الفيلم في جريدة أو في مجلة صحيفة كل العرب الدولية. والفيلم العنوان المغربي يسمى المحكور ماكي بكيش، والعنوان بالعربي البعض يفضل الملعونون لا يبكون. فطبعا هذا المخرج هو بريطاني من أصول مغربية، يعيش ما بين طنجة وباريس ولندن، وحصل هذا العمل أو هذا الفيلم على دعم متعدد من جهات متعددة، من ضمنها أيضا أفلام الدوحة، وأعتقد البحر الأحمر أيضا، مؤسسة البحر الأحمر. فهذا العمل، أنا لا أريد أن هنا كما تعودت، لست هنا لقراءة المقالة التي كتبتها، والمقالة موجودة بعنوان المحكور ماكي بكيش، سينما مغربية اجتماعية تقرأ الواقع بلا محاكمات. وعلى فكرة أنا في خلال يعني التناولات هذه أو التأملات أو سموها المراجعات، سموها ما تحبون، يعني أنظر للعمل أو أشاهد العمل كمتذوق أولا وكمبدع ثانيا، وأيضا يعني بصفتي مخرج سينمائي، كاتب، ناقد، أكتب بالقصة القصيرة في الشرح. ولذلك أحاول أحيانا أن أتذوق العمل يعني من خلال عدة نواحي. وأيضا يعني فنان تشكيلي، يعني اخترت هذه اللوحة لهذا العمل، يعني لوحة من اللوحات التي أحبها، أحيانا أجعلها خلفية في خلال اللقاءات. طبعا بس بصورة سريعة، أنا شكرا جزيلا للذين يتابعونا، الذين أتمنى أيضا أن تشتركوا في هذه القناة التي تبث هذه الحلقات عبر قناة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. وهذه القناة يعني من حوالي 4 سنوات، وما نزال يعني في عندنا بس مشكلة في الأبوني، مشكلة في المشتركين، لأننا نشوف يعني مشاهدات كثيرة جدا، يعني خاصة الفترة الأخيرة تقريبا من 2 أو 3 أشهر بدأت عندما أنتجت بعض الأفلام يعني بطريقة الخاصة وبإمكانيات الخاصة، 20 عمل سميتها تشابكات بين السينما والشعر أو تشابكات الشعر والسينما، فجذبت الكثير من المشاهدات سواء عبر القناة أو عبر الفيسبوك. القناة هذه فيها أكثر من ما يقرب الآن 500 مادة، ندوات، أمسيات شعرية، نقاشات أدبية، نقد، قصة قصيرة، سينما، مسرح. فإذا نتمنى إن شاء الله أن تعطوها حقها هذه القناة بالاشتراك، أيضا بالتعليق، أيضا بالمداخلة. أنا بدي كنت أظن إن إحنا ممكن أن نكون هناك نوع من الديسكسيون، نوع من النقاشات، وليس فقط لست هنا محاضر، لست هنا يعني أنظر للأعمال بفوقية وبحكم مسبق. وكمان أنا لا أتخذ الأسلوب، يعني بعض الناس يجي يعرض لك صورة من هون وصورة من هون للعمل، هذا العمل 5 أشياء لا تعرفها عن هذا الفيلم، مش عارف إيش ما حصل وراء الكواليس. يعني بعض الناس الذين يقدمون قراءات، بعضهم يقدمون قراءات يعني لا بأس بها أو جيدة، كل حسب ثقافته، والبعض هيك فقط الإبهار والصراخ وكذا. لا أصرخ، أتكلم كأن أتكلم معكم كأصدقاء أتكلم. إذا تابعوني مع هذا العمل، وهذا العمل ربما لأهميته أن احنا تناولنا أحيانا بعض القضايا التي فيها يعني إشكاليات خاصة الجنس، وخاصة الاغتصاب مثلا، خاصة يعني ربما نخصص حلقة خاصة عن المثلية الجنسية في السينما العربية، لأن عندي رأي في هذه المثلية، أن السينمائيين العرب بشكل عام تقريبا لم يعوا مفهوم المثلية الجنسية. أنا ست هنا أبحث عن فتوى جديدة، سبق وصار علي فتوى بسبب مقالة كتبتها حول تحليل لعمل أو لفيلم حين ميسرة لخالد يوسف، وتناولت بس فقط بعض الإيضاحات أو رأيي حول المثلية الجنسية. لست هنا للدفاع عن المثلية الجنسية، ولست هنا للترويج لها، ولست هنا كذا.
في الحلقة التي سنقدمها خاصة عن مثل سيبدي فقط أتابع أو نحلل الشخصيات التي سواء في أفلام مصرية، في أفلام مغربية، ربما السينما التونسية، نبحث عن نموذج يكون يعني أكثر نضوجا. يعني هذا العمل هون في هون أنا قلت بالمقال مثلية جنسية، ولكن الحقيقة ليست مثلية جنسية، هون في استعباد جنسي. يعني المغربي الفقير المسكين ربما أيضا القاصر، يأتي ذلك الغني الفرنسي اللي هو يعني لديه صديق، ولد هذا الصديق لديهم علاقة مثلية مع بعض، وهو فرنسي نفسه، وهو في نفس العمر وفي نفس المستوى الاجتماعي في نفس المستوى الفكري وفيهم، ولكن هم باعتبارهم أنهم يعني ليبرال، يعني في نوع من الحرية ما بينهم، كما هنا يحدث يعني في أوروبا وخاصة في ربما في الدول الإسكندنافية أكثر، وألمانيا مثلا نجد أحيانا يكون هناك بعض الأزواج، يعني أزواج رسميين لديهم عائلة، لديهم أطفال، لديهم كذا، ولكن يمنحون أنفسهم أحيانا بعض الحرية، يعني يسمونها حرية بين يعني كل واحد ممكن أن يتنفس أحيانا، يعني يأخذ حتى الناس اللي يكونوا قبل، يعني يكونوا مثلا رفاق ويعيشون تحت سقف واحد وبينهم علاقة يعني تشبه الزواج في العرف أمام أهلهم، أمام أصدقائهم، يعني يكونوا قبل، ولكن يكون أحيانا في بعض الناس يختارون يعني ما يسمى الحرية أو بعض الحرية، يقول له يعني جوست بوكس في غيس، يعني معناه أنه أحيانا يحتاج المرء أو يحتاج الزوج أو يحتاج الفرد في هذا الكبل، بغض النظر عن نوعية هذا الكبل، سواء يكونوا رجال، اثنين رجال مع بعض، أو اثنين بنات مع بعض، أو رجل وامرأة، وبغض النظر عن نوع هذه رسميا أو اجتماعيا أو كذا، أحيانا بعضهم يرى أنه نوع من الراحة، يعني أحيانا بحيث أنه كل طرف ربما يعني ياخذ ريست أو ياخذ بعض الراحة، وممكن أن يكون لديه ممارسات جنسية مع طرف آخر، ويكون الطرف يعني معروف انه يعني في معنى يقول لك يعني هذا يعمل يقول لك ويكند غسبيغي ويكند علشان يتنفس، فمعنى قد يذهب ويجد شريك آخر ويسمي هذا يعني عبارة انه متعة جنسية، هم لا يسموه عندما يكون هذا ما يكون هناك ما بين الأزواج أو ما بين الكبل هذا الحب أو هذا الرابط المقدس اللي هو الرابط الاجتماعي ورابط يعني لا يوجد في أي خلاف بينهم، ولكن في لديهم أحيانا نوع من يعني نوع من الفسحة نسميها. إذا سأكون معكم في هذا الفيلم المغربي لأول مرة، وسنتحدث أيضا في هذا الفيلم عن قضايا مهمة، وخاصة أن الشخصية الرئيسية هي عاهرة، وهون سنرى أن يعني كلمة الملعونون لا يبكون أو كذا، يعني هو ليس بمعنى أنه هنا محاكمة أو حكم حكم عليهم باللعنة، ولكن ربما الواقع الاجتماعي الذي يعيشونه جميعا، أو الواقع الذي نعيشه نحن جميعا في هذا الكوكب، في العديد من البلدان العربية خاصة، أو البلدان أيضا التي فيها فقر كثير أو فيها مشاكل اجتماعية واقتصادية، كأن اللعنة حلت بنا. وأتمنى إن شاء الله أن يكون مستقبل أفضل. سأكون معكم إذن في هذا اللقاء المحكور ماكي بكيش، سينما مغربية اجتماعية تقرأ الواقع، المخرج الشاب فيصل بوليفة، وهذا فيلمه الثاني، فكونوا معي ونناقش هذا العمل بنوع من الموضوعية. أتابع معكم أنا حميد عقبي، وعبر قناتنا المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، وعبر القناة الأخرى أيضا على حسابي فيسبوك حميد عقبي، على الانستغرام أيضا حميد عقبي، ودائما أترك أو أعمل هيك شوش يعني علامة أو أعمل تيتخ بحيث أنه ممكن التواصل معي، وأتمنى أيضا التفاعل مع هذه المواد. إذا نحن اليوم مع فيلم مغربي أتناول لأول مرة في هذه النقاشات، أنا كنت أظن أني سوف أعمل 20 حلقة وبعد ذلك نتوقف قليلا، ولكن لأنني أنا كتبت تقريبا أكثر من 500 مقالة وأكثر،
سينمائية، لدي 6 7 كتب سينمائية، لدي أيضا سيناريو مشهور، لدي أيضا بعض الأعمال الجديدة ستصدر لاحقا. فإذا يعني 500 مقال أو أكثر أنا كتبتها ونشرتها في بعض الصحف وفي بعض المواقع، في صحف لندن، في صحف عربية. ولكن كما قلت أحيانا بقى أصيبت بقى كارثة، بعض الأرشيفات في هذه الصحف فمحيت، محيي عندي أرشيف كبير، ولكن الحمد لله كنت قد وثقت هذه المقالات وأصدرتها بشكل كتيبات تستطيعون فقط تكتبوا كتب حميد عقبي أو كتب سينمائية لحميد عقبي، تستطيعون أن تجدون هذه الكتب. وهنا نحن مع المذكور ماكي باكيش أو الملعونون للمخرج فيصل بوليفة، وكما قلت هو طبعا بريطاني من أصول مغربية، ويبدو أن نحن أيضا مع عمل يختلف تماما مثلا عن بعض الأعمال المغربية اللي هي يعني ربما تسترق فقط أو ربما تثير مسائل القضايا الجنسية لغرض الشباك لغرض كذا. أحيانا بعض الفنانين أو بعض المخرجين حتى يثيرون بعض القضايا ويقولوا والله إحنا راح نعمل على الحرية الجنسية، نحن سنعمل مثلا على مثلا الحرية الجنسية، وهم أحيانا يكون الغرض أو بعضهم أو بعض يعني يكون أغراض أخرى إنتاجية أو أغراض، وتكون يعني العمل يكون ليجي، يكون يعني خفيف ضعيف جدا يعتقد. لكن هون فيصل يجد إن نجد أنه هون يمتلك أدواته السينمائية هذا في فيلمه الثاني، ولكن يعني يبدو أنه يمتلك يعني الرغبة يعني يكون مخرج سينمائي، ما زال شاب، هو مواليد الثمانينات يعني 82 تقريبا، فعافية عليه. وربما لأنه أيضا يعني في بريطانيا وكذا استطاع أن يحصل على العديد من الإنتاج أو مساعدة دعم الإنتاج من عدد من سواء في فرنسا في بريطانيا أو كذلك أيضا في الخليج العربي في السعودية وقطر. لسنا هنا أمام محاكمات، نحن هنا أمام واقع، واقع اجتماعي له ما له وعليه ما عليه. والقصة يعني باختصار شديد هي هذه المرأة، يعني هذه المرأة اللي اسمها فاطمة الزهراء، وهذا الولد اللي عندها ولد أصبح شاب أو أصبح مراهق. فهذا الولد اللي نراه يعني من البداية نراه تمت علاقة يعني حميمية أيضا بين الولد والأم، يعني هي تحميه تنام معه ينام معها بجانبها، رغم أنه أصبح راجل، هو يقول أنا أصبحت راجل، لكنه يعني ما يزال يظل أو هي تحاول أن تحتضنه أو تحاول أن تتعامله كأنه صديق. يعني هذا سليم لم يكن يعرف أمه، عمل أمه شو عملته فقط، ولم يكن يعرف أبوه ولم يسأل عن أبوه. وبالصدفة يعني طبعا اكتشف أن أمه كانت قاتلة وأنه هو ولد بدون أب، عندما يريد أن يعمل أوراقه وكذا لا يستطيع أن يعمل لأنه مستحيل أن تعمل أوراق ثبوتية أوراق كذا. وهذا أيضا كأن هنا في نوع من الرسائل إلى هذه المؤسسات، يعني كيف يمكن أن يكون شخص لا هو ليس له ذنب أنه ولد أو أن أبوه لم يعترف به أو أن الأم لا تعرف من هو أبوه، يعني بحكم أنها كانت عاهرة ربما لم تدرك من. ونرى نحن لسنا هنا مع عاهرة من العاهرات التي تصير مثلا يعني رقاصة، مع احترامي للراقصات، فالرقص يعني فن ومهنة محترمة، يعني كما هون يعني عشرات مئات آلاف الراقصات يعملون، ولديهم مدارس رقص شرقي، رقص مودرن، رقص جاز، كل أنواع الرقص. فلا يعني لكن احنا في أذهاننا وخاصة ما زرعت ربما السينما المصرية، السينما العربية بشكل عام، من الرقاصة يعني أول ما تصير أو حتى هي إذا بنت فقيرة فقط هي جميلة، يأتي واحد أو قواد يستطيع أن يستميلها، تصير رقاصة تملك الآلاف، هذا يعطيها شقة وهذا يعطيها فيلا وهذا يعطيها رصيد في البنك وهذا، وفي هيك كثير يعني تطلع وكأنه هون حتى كأنه البعض يعني يروج إنه يلا إذا في فرصة القفز إلى النجومية وتصير هي يعني مشهورة وتصير صورها في المجلات. ربما بعد ذلك بعض الأفلام تحاول أن تعكس أيضا الفراغ الروحي، رغم أن العيش الرغيد وكذا. أغلب المسلسلات تقريبا والأفلام المصرية كثير كثير جدا يعني تعاملوا
بهذه الصورة النمطية، حتى أفلام يعني عربية أخرى تعاملت بهذه الصورة، لكن نحن هنا مع عاهرة البسطاء، يعني عاهرة عبارة عن الناس البسطاء اللي يعني ملالين. ربما احنا لو نتذكر، ودائما أعود أنا دائما إلى فيلم الأرض ليوسف شاهين، يعني خضرة تلك البنت اللي كانت ممكن تبيع نفسها لمجرد واحد يعطيها شوية فتفوتة هيك، شوية حلاوة أو خبز ممكن تذهب وتنام معه. ونشوفها أيضا في لقطة من اللقطات وهي يعني تأخذ روث البقر ويتعاركون عليه مجموعة، لأنه عاش يعني في بعض المجتمعات العربية عاشت، وفي حتى مجتمعات عالمية أخرى عاشت ما يسمى المجاعة، ما تسمى كذا، فكان هناك الكثير من البؤس والكثير من القسوة، يعني قسوة بحيث إنه يعني إنسان يأكل روث الدابة يعني الثور أو البقرة. يعني هون احنا لا نحتاج فتوى دينية، هل حلال ولا حرام، لأنه إذا هذا الشخص وصل إلى هذه المرحلة، طبعا ربما طاقم العمل عبد الله الحجوجي، عائشة تباي، أنطوني رينارتز، جو كوا كوم سا، فهو فرنسي، هذا الفرنسي اللي هو في دور سبستيان. إذا الحكاية عندما يعني يحصل أو تحصل مشكلة لهذه المرأة التي يعني تبدو أنها وصلت إلى السن، أصبحت غير مرغوبة تماما، ويستميلها أحد الأشخاص وكأنها ستقضي حاجتها معه وسيقضي حاجتها معها يعني ولو مجانا، كأنها أيضا تشتاق أو تحتاج ولو حتى إلى متعة، يعني مش ربما فلوس، ولكن هذا الشخص يغدر بها ويسرق المصوغات بتاعها ويضربها يعني ضرب مبرح على وجهها. وعندما تذهب إلى البوليس ولا تقول أني كنت ماشية ومش عارف إيش، وسرق الشنطة وسرق الحقيبة وسرق كذا، بعد ذلك يعني ترى طبعا هي ساكنة في بيت فقير جدا، لا يملكون من متع الدنيا أي شيء، يعني ما يعني سنوات طويلة هي تشتغل في تعارى، 20 سنة، 17، 18 سنة، ربما ابنها ربما تشتغل قبل ذلك. بعد ذلك تقرر العودة إلى أهلها في طنجة، هي في كازابلانكا أو في ضواحي كازابلانكا، تقرر العودة وفعلا تأخذ الرحلة مع شوية هلاهيل. عندما تصل إلى أهلها يكون أهلها أو في نوع من الجفاء لهذه المرأة، ويعيدون يذكرونها، والله كنت يعني بمعنى كان المفروض أنك يعني تنزل الولد، كان في أطباء، كان في حلول، وكأن هنا حتى العائلة، واللي العائلة هنا تمثل صوت المجتمع، صوت المجتمع يقول للعاهرة أو يقول التي أخطأت أو التي مثلا مارست ردتها بطريقة غير شرعية أو بدون ما يسمى رابط الزواج أو بدون رابط الزواج. فإذا حصل الحمل يقول والله في أطباء، والأطباء هؤلاء ماهرين، وعندما تريد الواحدة تتزوج في أطباء، والأطباء ماهرين أيضا، ما يسمى البكارة، وخاصة يعني ظهرت في الفترات الأخيرة ما تسمى البكارة الصينية، باستطاعة البنت يعني ب$20 تقريبا أنها تركب بنفسها، يعني حتى ما تحتاج إلى طبيب، تركب العملية أو البكارة بتاعتها، والمسكين ليلة الدخلة سوف يرى فقط الأحمر، وبعد ذلك يعني ما يكون فيه، لأنه يعني إحنا يعني خاصة في المجتمعات الشرقية وفي مجتمعات أخرى في أفريقيا، حتى في يعني حتى في مجتمعات أوروبية هون في شرق أوروبا مثلا، أو حتى هون في فرنسا، يعني في بعض الأحيان أو في بعض القرى أو في بعض الأرياف في إيشونكو يعني صغير، يعني هم مش ما نعتقد وحنا من نحن من هذا الانفتاح اللي هو يعني انفتاح يعني عن مشرقي ومغربي، لا، في نوع أيضا الشخص الذي يرتبط ببنت مثلا وأهلها يعلمون في فترة معينة ما تسمى الصداقة، حتى بعد ذلك عندما يتفقون أنهم يمارسون مثلا اللذة ويكونوا ممارسون وقد أصبح عندهم نوع من التفاهم، ويأتي أحيانا أو تأتي أحيانا ممارسة للحصول على النوع من التفاهم، يعني يعني أولا تبدأ العلاقات الروحية، بعد ذلك يعني يبدأ العلاقات الجسدية، وأحيانا العلاقات الجسدية توثق العلاقات الروحية، يعني سواء بين الأصدقاء، سواء بين الأزواج، سواء بين الرفاق، بمعنى فالأهل يعرفون. وطبعا هون يعني مش معنى إنه
يعني واحدة أو كوبل عندما ينامون مع بعضهم، معنا في كرابط معين، رابط يتفقون عليه، يعني في رابط اسكوس وما كونتيني ونو، يعني هل سيكون، يعني أحيانا يأتي هذا السؤال، هل يأتي أو لا يأتي، أو ربما البعض يقول والله خلي احنا مع بعض اون ريست انصومبل، مي اون لسا، يعني بدون تفكير مثلا بالاون جاجمون، بدون التفكير مثلا بالرسميات، بالتوثيق هذه العلاقة بالشكل، وأحيانا يظلون مع بعض يعني ربما سنة سنتين، ربما ينجبون، ويبقى سؤال الزواج والارتباط الرسمي والقانوني بعيد. يعني في ناس عندهم أطفال، فإذا هذه المسكينة أو هذه الإنسانة البسيطة يعني تعود إلى أهلها، أهلها يعني، ويفضح أمرها عندما تكون في أهلها، يعني في بيت أهلها، يعرف الولد سليم ما حدث، فسليم يخرج ويهرب. طبعا سليم يعني باعتباره أنه أصبح يعني كأنه يعني يريد أن يغفر أو لا يغفر للأم، فهو يبحث عن عمل ويقول له خلاص أنت تظلي في البيت، يستأجرون بيت بسيط، ولكن بشرط، أو غرفة بشرط ألا تخرجي، ألا يأخذ التليفون، كسرها تليفونها طبعا. وحتى نرى الأم، يعني شلون هذه الأم ما شاء الله عليها، هذه المرأة يعني ذكية، يعني وهي بس في الباص، أو هي في من يعني واجهة إلى طنجة، وتشوف السائق الباص وتعمل همزات ولمزات، وعلى طول تعطيه رقمها، وباين عليها شوية، يعني مش إنها يعني مش خطيرة، يعني شوية في العلاقة، يعني تصطاد، يعني رغم أنها هي مسكينة صيادة فقيرة، لكنها يعني برضه يعني شلون وهي مع ابنها، وابنها يجي ويكسر التليفون. فعلى هذه فهي ربما أصبحت يعني ربما عندها قناعة تبحث عن رابط أكثر. وبعد ذلك عندما تلتقي بهذا الشخص اللي هو مصطفى سائق الباص، يحكم مع بعض ما شاء الله كيف يغازلها، والله أنت غزالة، يعني فالكلام حلو، فهي ترتاح نفسيا، وحتى هي تذهب إلى مكان، هذا المكان يعني ما أدري هذا مكان ضريح ولا مكان خرافي، الناس فيأتوا الناس يشعلون الشموع أشبه بمغارة داخل جبل في طنجة، ما أدري هذا المكان، ربما مكان صحيح، يعني مكان مش من خيال المخرج، يعني هاي المكان أي واحدة تريد أن تستر أو تريد أن تتزوج، فهي ممكن تخلع الكلاسون بتاعها الداخلي، أو تخلع الستيان جورج اللي هو حمالة الصدر، وتعلقها، وبعد ذلك فعلا يعني يصير، يعني هاي تقدر تحصل يعني شريك، يعني تحصل زوج. فلذلك نرى بعد ذلك هو أشبه بالسحر يعني في هذا المكان، ما أدري هذا المكان، نسأل أصدقائنا في طنجة، أصدقائنا المغاربة، هل هذا المكان حقيقي أم أن هذا المكان المخرج اختاره أو تخيله، لأن المخرج مستطيل، يعني أي حكاية ممكن واحد أن يخترع أيضا، يعني شو فيها إنه واحد يخترع ضريح بحيث الوحدة تعلق سروالها الداخلي أو الكلاسون بتاعها أو حمالة الصدر، مقابل إنه يعني مقابل أن تحصل على شريك، فلأنه يعني المهم نسأل هؤلاء الأصدقاء المغاربة، وأتمنى إن شاء الله إذا كان في بعض الأصدقاء المغاربة من طنجة يفيدونا إن شاء الله بالتعليقات إذا كان هذا الأمر صحيح. سليم يعني يشتغل في عمل البناء، عمل قاسي، ويبدو أن الولد يعني يريد أن يتحمل. هنا أيضا سليم نراه يرتبط، أو نراه يبدأ ينظر ويرى جارته، جارة صغيرة ما زالت شابة، ولكن هذه الشابة طواقة أيضا، يعني كأنه يعني هي كأنها ستكون خليفة الأم اللي هي فاطمة الزهراء. فهذه البنت حتى هي تقول، يعني تحكي قل والله يعني شوف الناس هذول، أو في ناس أغنياء يعني كيف يشترون عروسة من السيليكون، من السيليكون، نعرف عروسة من السيليكون، ويكون معها كل الأشياء الأدوية، ويمارسون معها الجنس، وهذه العروسة يعني بمبلغ ضخم جدا، حتى هون في فرنسا يعني تقريبا بين 14,000 إلى 20,000 يورو. فكيف هؤلاء يمارسون الحب أو يمارسون اللذة بينما نحن من لحم ودم؟ ف
فما في حد حتى يعني، او بمعنى، وبعد ذلك في مشهد اخر متقدم في الفيلم تقريبا نرى هذه البنت وهي في ديسكوتيك ترقص مع مثيلاتها، وكانه يعني بمعنى انه هذا هو هذه الظاهره اللي هي ظاهره العرى او العهر، يعني هي ظاهره تاريخيه منذ القدم، يعني من بدايه النضوج البشري وربما تستمر الى نهايه كذا. فبمعنى ان خاصه المجتمع او هذا في الدول مثل المغرب العربي، نحن هنا لسنا مع يعني مساله ان والله ننشر الغسيل الوسخ والمجتمع وفضائح المجتمع، لا، هذه ظاهره موجوده، يعني احترامي وتقديرنا وحبنا للمغرب موجوده في كل بلد، في كل بلد، حتى هون في فرنسا موجوده، ونجد في غابات، يعني في باريس غابه كبيره جدا، وفي كل المدن تقريبا يعني يوجد دائما شارع وتوجد دائما هيك، ويتجمع فيها وتفضل دائما الحكومة أو تفضل دائما السلطات الأمنية أن تحصر مثلا بيع الجنس أو كذا، رغم أنهم محرم مثلا في فرنسا، ولكن يفضلون أن يكون في هذا المكان، بحيث أن يكون هناك في نوع من الرقابة، في نوع من الرقابة اللي هي الأمنية، خوفا من مسائل أمنية. أما المسائل الصحية أو المسائل التنفس فيها يعني ما لهم دخل، طالما أنك أنت يعني اخترت هذا الطريق في هذا المكان أو في المكان، في كل مدينة تقريبا، وما في أوروبا أو في بعض الدول يعني يكون العاهرات في بوترينا. وطبعا دائما العهر يعني مرتبط يعني بال عفوا على يعني ربما أكثر من كلمة، يعني مرتبط بالشقاء والبؤس، يعني نوع من التراجيديا كثير تتولد من خلال هذه العاهرات، يعني تراجيديا كثيرة. حتى أنا عندي مسرحية اسمها محطة مدينة كوم، وتابعت فيها يعني مسيرة، أو يعني كان في إحدى الشخصيات اللي هي واحدة عاهرة، ورغم أن شكلها مش كذا، وربما أيضا لو تطلعوا على مجموعة القصصية الأخيرة تقوم، وحتى مجموعة كارمين ومجموعة يعني في أغلب مجموعاتي كان هناك كثير دائما عندنا من الناس اللي أميل إلى الكتابة حول العاهرات أو حول العهر، أو العهر الاجتماعي أو العهر الجنسي، مع أستسيغ أو ما أدري يفتح مخيلتي وأنا أراقب مثلا وأنت تمشي مثلا في شارع في باريس بيجال، أو في شارع موجود اسمه بيلفيل في باريس، ترى عشرات العاهرات، وأحيانا أنت ككاتب أو كشاعر مش مضطر أنك أنت فعلا أن تذهب وتتكلم وتعمل وتبيت وكذا، ولكن ربما أنت تشغل خيالك هذا المكان بما فيه من موحيات جنسية، وتجد يعني عاهرات بأشكال كثيرة جدا، شباب صغار كبار عواجيز، حتى تحصل يعني في بيلفيل تحصل واحدة عمرها 70 سنة شينوا، يعني صينيين أو صينيات أكثرهم، وهي ما تزال يعني عمرك 70 سنة يا معودة، 60 70 سنة يعني هيك قد خلاص منتهية تماما، لكن مثل ما يقولوا في السوق لكل فولة كيال، يعني فعلا لكل فولة كيال. إذا هذه مسكينة أو فاطمة الزهراء كان الكيالين بتاعها أيضا بؤساء أمثالها، فهي لم تجمع المال، لم تجمع أي شيء، وعندما تصل إلى طنجة يبدو أنها لديها وعي أو لديها أن تقترب من مصطفى. وبعد ذلك يعني إذا تتبعنا قصة الأم دائما تصير في اشتباكات ما بين مسار الحياة الأم، وهي تستطيع أن تكسر التابوها، تستطيع أن تكسر الحظر الذي يفرضه عليها سليم ابنها، تستطيع، عندها ذكية يعني ما شاء الله عليها، يعني من خطيرة ما يقول المغاربة، خطيرة خطيرة تقريبا، صح هيك تقولوا يا مغاربة، فهاي خطيرة جدا، يعني بحيث الناس تستطيع أن تفك الحظر وأن تذهب وتلتقي بمصطفى هذا، وفعلا تتفق على أنه هو يريدها، زوجته مريضة وعنده بنات وأولاد، فهو يحتاج إلى امرأة ترعى تصلح له البيت تعمل له كذا، وأيضا يريد أن يرتاح أيضا بالمتعة، أن يتمتع ولكن بشكل رسمي، يعني زواج أو كذا، حتى يستأجرها بيت، يجيب لها بعض الأشياء الحاجات. سليم وهو يشتغل أو وهو يعمل يصادف أنه يعني أحد القوادين يراه أو ينظر إليه كأنه يعني هذا القواد
يعطيه موعد على أنه سيذهب إلى سبستيان تقريبا، الشخصية الفرنسية، واللي يملك أوتيل في طنجة، أوتيل سياحي راقي جدا. فالفرنسي هذا أو يعني يأتي إلى سليم، يحط له فلوس، وأول ما شيء يمسك له، يعني بمعنى يمسك له أحد الأشياء الذكورية، فالولد فهم القصية. ففي البداية يكون يعني أنت تعرف، يعني عندما إحنا يكون أنت مراهق ويجيلك واحد يعني يمس مثلا أشياءك، يعني فأنت يعني بتصير خاصة إذا كنت غير متعود، يعني يطلع لك الرأس أو يقولوا تطلع النار من رأسك، يعني تحمق، تجنن، تتعصب. ولكن بعد ذلك فهم إنه في مقابل، وهو مقابل يعني مقابل مادي. بعد ذلك يعني يفعل هذه، يعني يفعل بالفرنسي ويفعلها بقسوة، يعني هيك يعني بسرعة، ويخرج كالخائف، كأنه خاف من الكاميرا، يعني يفعل به، يجي ويعمل له إياه بقسوة. لكن الفرنسي يستمتع بهذه، ولو إنها كانت يعني هو كان بده شرب وبده ضحك وبده كذا. ولكن بعد ذلك تتعدد اللقاءات بمقابل. إذا نحن هنا مع الولد الذي رفض أن تكون أمه عاهرة، أصبح هو عاهرا يعني. وهذا الفرنسي اللي عنده الأوتيل وعنده المكان الآمن والمكان الجيد والأكل الجيد والشرب الجيد والأصدقاء، بعدين هناك يصيروا يشربوا حشيش كذا، بمعنى أنه في متاح حياتية هو لم يشعر بها. أول مرة يشعر في حياته أنه يأكل أكل نظيف، أنه ينام في مكان نظيف، ولكن المقابل هو طبعا أن يبيعها، أو أن يبيع قضيبة يعني بالصريحة. يعني هو الفرنسي عاوز هيك، مو عاوز يعني، بس هو الولد الفرنسي يعني هو أكبر منه طبعا، ويريد أيضا يعني شوية حنان، يريد ضحك على أساس أموغ. بس هو بعد ذلك يقول له والله أنا عندي صديق، عندما يأتي صديق هذا الفرنسي يقول له والله أنا عندي صديق، لكن بيني وبين صديقي نوع من التراضي، أنه زانتون من وقت إلى آخر، at the time بعض الوقت، or كيف أقولها بالإنجليش، أنه بعض الأوقات سي بوسيبل إنه واحد يتمتع مع شريك آخر خارجي، وهذا لا يؤثر كما قلت على قداسة الارتباط المرتبطين. يعني هو مرتبط مع صديق آخر له يعني، وهذا الصديق يعني نفسه يعني ما عنده مشكل يعني بمعنى، ولكن يكون تخيز اتنسيوني، يكون يعني في عندما يأتي صديقه لزيارته يكون يعني كأنه يعني مش إنه يتبرأ، ولكن كأنه يعني يحاول ألا يجرح ربما شعور الآخر، أو يلفت انتباه الآخر اللي هو الصديق الآخر. بواسطة هذا العمل بتاعه اللي هو عمل الأهرة، يستطيع أن يحصل على اعتراف قانوني بذاته، حيث أن بواسطة الفرنسي هذا وبواسطة الوساطات التي يمتلكها، لأنه يمتلك علاقات في البلدة والأمن وكذا، يستخرجوا له بطاقة في ظرف ثواني، بينما هو يعني كان تعب وكان حاول يعمل أنه يستخرج بطاقة هوية، بطاقة مدنية يعني، ويختاروا لها اسم، ويختاروا لها اسم أب، ويختاروا لها زوجة، وفي ثواني يعمل لها الضابط وكذا. طبعا في النهاية يعني يبدو أنه الشاب يحاول أن يتمرد، أو فهو لم يستطع أن يدخل في هذه الحياة أو يمتزج، يعني ما كان في توافق يعني، كما يعني هون في العرف، في السينمائي الأدبي الثقافي حتى التجريبي تقريبا، ربما أيضا في المثلية أو الأوموسيكسويل، إنه في توافق، يجب أن يكون في توافق خاصة ما بين العمر، ما يكونش في إسباس كبير. يعني ما يجي لك واحد اللي هو يعني زي هذا الفرنسي عمره 40، يمكن يجي مع ولد قاصر عمره 17 سنة، هذا لا يسمى. نحن هنا لسنا مع مثلية جنسية، نحن هنا مع اغتصاب جنسي، مع استعباد جنسي، مع سياحة جنسية.
بكل، لأن هذا الفرنسي متعود أيضا أنه قبل هذا أكيد كان في واحد، وبعد سليم سيكون واحد، وبعد ذلك طبعا يزعج بسليم في السجن عندما يحاول أن يتمرد في قضية، مش عارف، قضية سرقة تقريبا مدبرة. ونجد أن السليم قبل أن يفعل ذلك يذهب إلى عاشق الأم، يعني حاول يتزوجها وقد عمل ذلك، فيفضحها يقول لها والله أنت تريد تتزوج مع هاي، يلا خذ التاريخ، خذ الماضي. فهو ما كان في طبعا في قناعة أو حب بالنسبة لهذا الشخص أيضا مصطفى سائق الباص، يعني هو تقريبا نفس ذلك الفرنسي اللي، ونفس الزبائن ربما، كل الزبائن عائشة، مش عائشة، فاطمة، نفس الزبائن الأم اللي ربما راحوا أو التي لا تعرف عددهم، أي أنه هو كان عاوز المتعة وعاوز واحدة خدامة تخدم زوجته المريضة، تخدم له أطفاله، حتى لو هي في بيت آخر، يعني في نوع من فبعد ذلك خلاص هو يعني بمعنى أنه يعني امرأة كان يتمنى ألا يعرف، يعني مصطفى كان يتمنى ألا يعرف أن هذه المرأة لها تاريخ أسود أو لها تاريخ مدنس أو كانت في ذلك الوحل. في النهاية طبعا نرى في نوع من كأن في نوع من استرضاء، هذه في ضغط كان كبير جدا على هذه المرأة، يعني ضربات على رأسها، حياة طويلة جدا من القهر والعمل الشاق، أكيد عمل شاق يعني، ولكن العائد كان قليل جدا، فتافيت يعني كانوا يرمون لها هؤلاء الذين، صارت الآن في سن غير مرغوبة، وعندما وجدت شخص يعني يرغب فيها ولو تحت مظلة ما يسمى الزواج أو أي مظلة أخرى، أن الراجل هذا كان يبدو أنه يصلي، يعني بمعنى أنه ما يريد يفعل إلا فهون يعني فقدت كل شيء، ولعل في النهاية نراها أنها في حالة بؤس وفي حالة كذا، ولكن تنتظر ابنها اللي هو بيخرج من السجن، وهناك يكون في حفلة زواج أو في حفل طبعا، والرقص والأغاني والحمل العروسة، وهذه يعني الأشياء اللي هي نعرفها تراديشنال، هذه الأشياء التقليدية بما فيه، بمعنى إنه هون كأنه هون المخرج يقول للسلطات والله أنا جبت حفل موكب زواج، وأنا من الناس اللي أحترم القداسة وأحترم يعني كان ذكي، ذكي المخرج إنه يصارح السلطة، لأنه في بوم بوم يعني بمعنى ضربات عديدة على استكشافات لهذا الواقع، قراءة من عدة زوايا بدون حكم. أنا كما قلت يعني هو كان جيد فيه أنه لم يحكم، لم يحاكم أن هذه سيئة وهذا كذا، هو نظر، هذه الشخصيات والله موجودة في الحياة، وموجود منها أسخم وأسخم ربما، وأكثر بؤسا وأكثر بؤسا، يعني هي كأنها دفعت أو القدر هو دفعها إلى هذا المنح الخطير. إذا في الأخير يعني موكب العرس، فيأتي بعض الشباب ويدعون هذه المرأة أن تشارك، وكأن هنا يعني في نوع من يعني بعث النوع من الفرح الداخلي، نوع من الاسترضاء، كأن هي هل هي أصبحت نظيفة، خلت عن ماضيها، وبعد ذلك عندما أطلق سليم أو خرج سليم من السجن ماذا سيفعل؟ هل سيذهب ويعود إلى سوق الدعارة؟ عنده خبرة الآن، يعني ما شاء الله في كثير أوروبيين، في كثير حتى ربما من أهل البلد أو من دول عربية أخرى يأتون إلى المغرب يعني لقصد الجنس، يعني لقصد المتعة الجنسية أو لقصد الاستعباد الجنسي، لأنه هو يعرف أنه إذا رحل في دولة مثلاً يعني أوروبية بده حتى لو عاهرة يعني بيدفع له 300 400 يورو في الليلة، فبينما إنه لو ذهب إلى بلدان فقيرة، طبعا ليس المغرب فقط، يعني في دول أخرى كثيرة جدا، يعني مثلا في مصر، وكنا قلنا إنه في فيلم كامل يعني كان حول ما يسمى اللحم الرخيص تقريبا، بطولة إلهام شاهين تقريبا، نعم والله ناسي المخرج. يعني ونرى يعني مأساة هؤلاء الذين يتزوجون بما يسمى الزواج العرفي في مقابل المهر، حتى يعني في بعض الدول، كان عندنا باليمن ما يسمى زواج الخميس، يعني يأتي أحد يعني الناس اللي يأتون يكونوا
سواء الأغنياء من اليمنيين أو من دول الخليج، خاصة في منطقة كانت مشهورة عندنا اسمها إب، ومناطق كثيرة أعتقد يستأجر شقة حلوة ويعطي مهر كبير، وكل خميس وجمعة يأتي يقضي مع بنت صغيرة شابة ما تزال 17 18 20، وهو يكون حتى عمره 60 أو 70. هذا يسمى استعباد جنسي. كمان بالفعل الذي فعله الفرنسي هذا مع الولد المغربي، هذا استعباد جنسي. إذا نحن هنا هم أو الصديقين الفرنسيين عندما يكون مع بعض نرى الانسجام، نرى الضحك، نرى يعني إنه في توافق، إنه في يعني متحضرين حتى لو يناموا مع بعض بس بشكل متحضر، لكن مع هذا الغير أو مع هؤلاء أو مع هذا الولد اللي هو سليم أو أكيد مع غيره سابقا. وهذا يعني أنا شفنا في أفلام، يعني بعض الأفلام المغربية أحيانا تتطرق إلى مسألة الاستعباد الجنسي والسياحة الجنسية من القضايا الكبيرة التي إحنا لا نقصد هنا طبعا، لا أعتقد أن المخرج ولا أنا أريد أن أقول أنه هنا المغرب أو أقول، ولكن هذه حالة موجودة في أي مجتمع إنساني بالمغرب. الآن في تايلاند مثلا موجود، في عدد من الدول الآسيوية الآسيوية الفقيرة، ونرى يعني أحيانا يعني بالصدفة أحيانا عبر الانستغرام يكون في فيديو أو يكون في بث مباشر للشارع اللي هو شارع الأهر، هذه شارع كبير ضخم يعني منه مدينة كامل، وتشوف واحد أمريكي عمره ولا أجنبي يظهر من سحنته يعني هو يخرج الفلوس، يعني دشة فلوس هيك مع بنت عمرها 17 16 19 20 حتى 25 سنة، لا يوجد تناسب لا يوجد كذا، يعني هو يأتي لأنه فقط في هذا المكان، بينما إنه في يعني في بلده في أوروبا أو في أمريكا أو في بعض الدول اللي هي في قوانين معينة إذا اشتكت عليك واحدة، لكن هنا في بلد أجنبي عنده فلوس إذا اشتكت عليه مستحيل إنها تشتكي، لأنه عندها أو عليها رقابة، عليها قواد يعني يأخذ الفلوس ويحكمها، وإذا فقط تخرج ثانية واحدة أو تخرج عن الخط ممكن يذبحها. يعني في هذه في الدول أو الدول الفقيرة التي تعاني من الفقر وتعاني من البؤس وتعاني من المعاناة فلا توجد فيها حقوق يعني. أما الدول الغنية أو هيك يعني ربما تأتي حتى ولو عاهرة يجب أنك أن تعاملها بشكل إنساني بالتراضي، تدفع لها حقها مقدما أو تدفع لها حقها، يعني قد هي تأخذ حقها وتخرج، وهي أنت لا تستطيع بذلك حتى تشتكي بالشرطة أو كذا. فإذا هنا إذا نحن في هذا العمل في نوع من الاستكشاف، الولد أو قصدي المخرج، أقول ما أقول الولد أقول المخرج فيصل، الأستاذ فيصل يعني فيصل برافو عليك، الأستاذ فيصل برافو عليك، فيصل بوليفا، فاشتغل في هذا العمل وحاول أن يكون يعني أن يتمسك أيضا بجانب اللغة السينمائية، يعني لغة يعني محاولة أيضا أن تكون يعني لقطاته يعني تعجبتنا كثير. بعض اللقطات عندما يعني تكون الشخصيات من الأعلى وتنظر إلى المدينة في وجهة النظر، كيف تتحرك الكاميرا كيف كذا، بمعنى لسنا هنا مع عمل كان يعني عمل جيد يعني من ناحية أو من ناحية اللغة في نوع من السلاسة، المونتاج يعني حاول أن يعطي هذه التشابكات ما بين مسار حياة البنت المرأة عفوا الأم وما بين مسار هذه الشخصية، وبعض القصص القصيرة أو الصغيرة اللي هيك يعني أخذها بشكل مثل بنت الجيران الذي كذا أو ذلك الشخص الآخر الذي طبعا الفرنسي اسمه سبستيان بالفيلم. فإذا هذا هو يعني كنا مع هذا الفيلم المغربي، وإن شاء الله نحاول هون أن نركز على بعض القضايا المهمة. كما قلت المخرج لم يحاكم أحد، المخرج ليس هنا لإهانة هذا البلد بلده، بل بالعكس تعامل بشكل إنساني، حاول أن يأخذ الأمور. فلسنا هنا طبعا أيضا مع بعض الأفلام للأسف المغربية في نوع من الوقاحة، وقاحة في الكلام، وقاحة في حتى في التعامل، يعني في بعض الأفلام يعني كانت مخزية مخزية جدا. تتذكرون شو اسمها هذه الفيلم اللي صورت فيه بيذار
أنا على لساني إن كنت شفت هذا العمل، كان ذلك عمل مزعج ومقرف بشكل كبير جدا. اللي صورت فيه لبنى بيدار اسمه العمل، العمل اسمه دار لنا تقريبا، هو جوزيفا، نسيت اسمه بالضبط هذا العمل، لكن ذلك العمل كان يعني عمل جدا مسيء، وكان عمل وقح. يعني من أعمالها الزين اللي فيك، فيلم الزين اللي فيك كان قدم يعني صورة فضائحية، لا لغة سينمائية ولا شيء. يعني الزين اللي فيك هذا العمل كان من الأعمال، حتى عرض هون في فرنسا، لكنه كان عمل مخزي يعني، صراحة مخزي يعني، من ناحية يعني أنت تتقزز بنفسك يعني، ذاك يعني للشباك بمعنى. لكن هون نحن مع عمل فيها الكثير، أو في أشياء يعني جيدة، في أشياء يعني سينمائية، بدنا الزين اللي فيك والله بده واحد يتوقف، لأنه شفت هذا العمل. الزين اللي فيك حتى أنه عرض في مهرجان كان، لكنه طبعا لم يحصل على نبيل عيوش وأفلام نبيل، يعني كأن احنا أيضا يعني عندما نشاهد في الفترة الأخيرة أو كثير يعني 99% من أعمال السبتي يعني. إذا قلت 10 يعني 1% جيد، 5% متوسط، الباقي يعني تعيس جدا. يعني في بعض الأفلام، يعني بعض الأفلام فيها نوع من الكوميديا، في نوع من المرح، في نوع، لكن في أفلام يعني جدا للأسف الشديد يعني لا تستطيع أن تحكم أو تقولها أنا مع فيلم مثلا، سواء من ناحية اللغة، من ناحية الموضوع، من ناحية المعالجة، من ناحية السيناريو، لا توجد أي سيناريو. يعني في بعض الأعمال ليس فيها أي سيناريو، لكن هذا العمل للأستاذ فيصل، قول أستاذ يعني لأنه من كنت أنا ولد، ما قصدي يعني هيك يعني جت مني هيك، فيصل بوليفا، يعني صراحة عمل في سيناريو اشتغل الرجل و كان عمل جيد. أسف شديد هون عندنا الجمهور العربي مخيب للأمل. يعني عرض هذا، أنا شفت هذا العمل أول مرة في شهر يونيو، هذا قبل 3 شهور يعني، ضمن مهرجان اسمه السينما المستقلة في مدينة كوم، كان تظاهرة وعرضت فيها 6 من الأفلام العربية من ضمنها هذا العمل. وبعد ذلك عرض في قاعة أيضا، عرض في عرض في أكثر من قاعات، لكن ربما لأنه في الصيف فللأسف الشديد كان مخيب للأمل، الجمهور كان ما في حدا. يعني أكثر من مرة أنا شفت العمل مرتين، يعني أول مرة في المهرجان كان في جمهور لا بأس، يعني أصدقاء في المهرجان اللي جاءوا منتجين مستقلين، ممثلين، مخرجين من فرنسا وكذا، يعني كنا بحدود 50 60 واحد 7. لكن مرة جيت لوحدي يعني شفته، فكان في 2 3 أو، فالجمهور للأسف الشديد الأفلام العربية التي عرضت في الصيف والتي ما تزال بعضها يعني سيعرض ربما يعني قريبا، أو بعضها ستبرمج، ما في للأسف، لا يوجد جمهور عربي، رغم أنه يعني مثلا شو بدي أحكي، الفيلم الأخير اللي هي بنات ألفت، يعني كوثر التونسية، ما أنا كنت منتظر جمهور كبير، فللأسف الشديد ما كان في جمهور، كان في دعاية كبيرة في السينما، من يعني صور وبوسترات كبيرة جدا، لكن ما في جمهور، لم يكن هناك أي جمهور للأسف. يعني رغم أن احنا في مدينة فيها العرب الأسواق ما شاء الله عليهم. إذا كنت معكم للأسف الشديد، هذه هي مشكلة حتى في العديد من المدن الفرنسية، يعني ربما العرب أو هم خارج الثقافة أو خارج الاحتكاك بالثقافة أو خارج الاحتكاك، إلا إذا كان مثلا في حفل غنائي راقص وفي أكل وفي شرب وفي كذا مجاني، حصلهم ممكن يجي، لكن في المعرض التذكيري سيبك منه، ما حد يجي، يعني تيجي أنت وما في حدا، ما في حدا، ما يعني بعض المحبين للسينما العربية من الفرنسيين ومن هواة السينما ومن محبي السينما
يأتون، لكن يعني عربي تشوف أو عربية تشوف واحد اثنين هيك يعني بالصدفة، رغم أن في إعلانات بالشوارع والصور وإعلانات بالصحف، في كتابات يعني عنها، وفي برنامج السينما على الإنترنت وبرنامج المدينة وكذا. هاي هي إذا مشكلة كبيرة جدا في أن المتلقي، إن الجمهور العربي الموجود في فرنسا، إذا قلنا ما ليس جمهور الناس الموجودة في فرنسا، ليسوا جمهورا للفن والأدب مثلا والتظاهرات الثقافية والفنية اللي ما فيها يعني أكل. إذا في أكل مجاني ربما يكون العدد أفضل يعني، ولكن يعني طبعا ربما إحنا لا نستطيع أن نحكم حكم مطلق، ولكن ربما تحسن الظروف. لا تدري لماذا هذه الظاهرة موجودة خاصة يعني في الجالية العربية، أنها لا تقدس أو لا تهتم أو لا تحتك كثيرا بالتظاهرات الفنية. ما بدي أدخل في إشكاليات، ولا بدي حد يقول والله حميد أنت قاعد تحكي عن الجالية العربية وتشتم فيها، لا ما بدي. أنا كفنان تشكيلي وقد قاست من هذا الموضوع يعني في بعض المعارض، عملت 16 معارض ما عمره ما دخل مع عندي واحد عربي وواحدة عربية، ما دخلوا ولا مرة. فما بدينا، ما ليس مسألتنا. إذا كنا مع هذا العمل، كنا مع فيلم الملعونون لا يبكون، أو الفيلم كما موجود باللغة أو باللهجة المغربية، المحكور ما كي بكيش. إذا المخرج المغربي البريطاني فيصل بوليفا، تحياتي وتقديري، وأتمنى أن تتابعوا هذه الحلقة ضمن الحلقات، سلسلة متابعة ربما إلى 50 حلقة، أنا بدي ربما نوصل مع بعض إلى أكثر من 100 أو 200 حلقة. ما عندي مشكلة، عندي الكثير من الأفلام التي كتبت عنها، وأيضا الأفلام التي لم أكتب عنها، تناولت الأكثر الأفلام التي لم أكتب عنها. إلى الآن أتناول الأفلام التي لم أكتب. تابعوني حمد العقبي على قناة يوتيوب المنتدى العربي الأوروبي للسينما المسرح، فيسبوك حميد عقبي، انستغرام حميد عقبي، تستطيع أن تعمل فقط حميد عقبي in English, in French or Arabic، يظهر لكم كل تظهر يعني البوبليكاسيون موجودة على المواقع، ما تزال مئات المقالات موجودة وعدد من الكتب، يعني أغلب الكتب الموجودة على النت أيضا وللتحميل مجاني. عيشوا حياتكم، تحية ومحبة، حميد عقبي باريس، تشاو تشاو.